إذا نمر الآن للتطبيق التقابلي. لابليكاسيون بيجيكتيف. إذا غادي ناخدو اف تطبيق من او نحو اف. إذا اف تطبيق تقابلي إذا كان كل عنصر إجراك من F له سابقا وحيدا X من E. غادي نحاولوا هذا التعريف هذا. إذا لاحظوا الفرق ما بين التطبيق التقابلي والتطبيق الشمولي، أن التطبيق التقابلي فتكون عنده سابق وحيد، إذا المعادلة إيكغيك تساوي إف دو إكس فغادي يكون عندها حلا وحيدا في مجموعة انطلاق إو. أما التطبيق الشمولي فلاحظوا حسب التعريف فكل عنصر Y من F تكون عنده على الأقل حلا في مجموعة انطلاق E. المعنى ديال على الأقل أن يكون عنده حل وحيد أو أكثر من حل. إذن هذا التعريف غادي نحاولوا نكتبه بالرموز. إذن مهما يكون إيكغيك من إف، إذا لاحظوا التعريف فهو شبيه بالتعريف ديال الشمولي، فقط غنديرو إكس وحيد. يوجد عنصرا وحيدا، إذا لاحظوا يوجد عنصر وحيد فاحنا شفناها في المنطق. إذا يوجد عنصرا وحيدا X يعني في E بحيث Y يساوي F دو X. إذا هذا هو التعريف ديال التطبيق التقابلي، وبه غادي نبقى نخدمو في التمارين. إذا في التمارين فباش نبينو أن التطبيق تقابلي ففقط المعادلة هذه غادي نقومو بالحل ديالها. إلا لقيناها تقبل حلا وحيدا X في E فالتطبيق تقابلي، وإلا ما لقيناهاش تقبل حلا وحيدا فبطبيعة الحال ما غاديش يكون F تطبيق تقابلي. إذا نمرو الآن للملحوظة واحد. إذا باش نبينو أن التطبيق تقابلي فكذلك كاين واحد الطريقة اللي هي أننا تنبينو أن التطبيق فهو تبايني وشمولي. إذا الملحوظة الأولى F تطبيق تقابلي من E نحو F إذا وفقط إذا كان
F تبايني و F شمولي من E نحو F. إذا لاحظوا ففي التطبيق التقابلي فتنكتبوا مجموعة الانطلاق ومجموعة الوصول، وكذلك في الشمولي تنكتبوا مجموعة الانطلاق ومجموعة الوصول، ماشي بحال التبايني فيمكننا ما نضيفوهمش. إذا ملي تنقولوا تطبيق شمولي خصنا نقولوا من أ نحو ألف. نفس الشيء بالنسبة حيت تقولوا تطبيق تقابلي خصكم تذكروا من مجموعة الانطلاق نحو مجموعة الوصول. بالنسبة للتبايني فيمكن لكم ما تضيفوهاش. إذا هذه هي الملحوظة الأولى. إذا بالنسبة للملحوظة الثانية، نقول أن F تطبيق تقابلي من E نحو F إذا وفقت إذا كان لكل إجراك من F يعني مجموعة الوصول المعادلة F دو X يساوي إجراك تقبل حلا وحيدا مجموعة انطلاق اللي هي E. إذا هادو جوج الملحوظات فتنخدمو بهم في التمارين. إذا نضو بالكم من التعريف ومن الملحوظة. إذا إلا في التمرين بينتو أن التطبيق فهو تطبيق تبايني وتطبيق شمولي، فاستنتاج أن التطبيق فهو تقابلي. إذا لما نخدمو التعريف، وإلا بغيت نبين أن التطبيق تقابلي ففقط تنبين أن هذه المعادلة هذه F X يساوي Y فهي تقبل حلا وحيدا في المجموعة E. نمر الآن للتطبيق آخر اللي هو التطبيق العكسي. لابليكاسيون ريسيبروك. إذن غناخدو F تطبيق تقابلي من E نحو F. دونك F est une application bijective de E vers F. وكما لاحظ أوليا فبطبيعة الحال التطبيق العكسي ما يمكنليش نديرو إلا إذا كان عندي التطبيق تقابلي. إذا إذا كان عندي التطبيق تقابلي فغادي نهضر على التطبيق العكسي، وإذا كان بطبيعة الحال F ليس بتطبيق تقابلي فممكن ليش نتكلم على التطبيق العكسي. نعطيو الآن التعريف ديال التطبيق العكسي. إذن التطبيق المعرف من F نحو E. إذا لاحظوا الآن فعندنا F تطبيق تقابلي من E نحو F. إذا التطبيق المعرف من F نحو E بحال إلا عكسنا هادو،
داكشي باش قلنا له التطبيق العكسي. إذن التطبيق المعرف من F نحو E الذي يربط كل عنصر Y من F بالعنصر الوحيد. إذن هذا الشرط ضروري سيكون عنصر وحيد بالعنصر الوحيد X من E حيث F دو X يساوي Y فيسمى التطبيق العكسي ل F يعني للتطبيق F ونرمز له ب F موان زد. إذن F موان زد فهو التطبيق العكسي للتطبيق F. إذن التطبيق F فهو معرف من E نحو F والتطبيق العكسي F موان زد ل F فهو معرف من F نحو E. إذن مهما يكون X ينتمي ل E ومهما يكون Y ينتمي ل F F دو X يساوي Y فهو يكافئ أن F موان زاد Y فهو يساوي X. إذا لاحظوا فهذه العلاقة هي أهم حاجة في التطبيق العكسي. وبطبيعة الحال فهذه العلاقة خصكم تعقلوا عليها لأننا غادي نستعملوها بكثرة حتى في درس الدوال العددية. الآن غادي نشوفوا تعريف آخر اللي هو قصور تطبيق. restriction d'une application. غادي ناخذو F تطبيق من E نحو F. إذا نقول أن G قصور F على A إذا وافقت إذا كان واحد جوج شروط خصهم يتحققوا. إذا الشرط الأول خص الـ A هذا الجزء هذا اللي بطبيعة الحال غادي يكون مجال عندنا في التمرين ضمن E يعني مجموعة انطلاق ديال التطبيق F. ومهما يكون X ينتمي ل A فجي دو X إذا التطبيق ديالنا جي فهو تساوي F دو X.
إذا ناخذ واحد المثالين باش نفهموا هذا القصور ديال واحد التطبيق. إذا لا ريستريكسيون دين ابليكاسيون. إذا المثال الأول، ناخذ اف تطبيق من ار نحو ار، و اكس مرتبط بناقص جوج اكس يساوي 2 زائد 3 اكس زائد 4. اذا هذا التطبيق اف. ناخذ تطبيق جي معرف من 0 3 نحو ار، و اكس فهو مرتبط بناقص جوج اكس يساوي 2 زائد 3 اكس زائد 4. اذا تنلاحظوا ان التطبيقين جي و اف فغير متساويين. وشتنا سابقا ان جوج ديال التطبيقين تيكونوا متساويين طبيعة الحال اذا كان عندهم نفس مجموعه انطلاق، و اف دو اكس تساوي جي دو اكس. اذا لاحظوا ان لدينا R مجموعة انطلاق ديال التطبيق F تخالف مجموعة انطلاق ديال التطبيق G. إذن R تخالف 0 3. إذن التطبيق F فهو يخالف التطبيق G. ولاحظوا الآن حسب التعريف، فباش يكون واحد تطبيق جي قصور ديال اف خص مجموعة انطلاق ديالو اللي هي ا تكون ضمن مجموعة انطلاق ديال تطبيق اف. إذن هنايا بما أن 0 3 فهو مجال ضمن مجال اف، و الشرط الثاني مهما يكون اكس في 0 3 فإذن جي دو اكس تساوي اف دو اكس. إذا لاحظوا هنايا جي دو اكس تساوي اف دو اكس. اذا يمكننا نقولوا في هذه الحاله بان التطبيق جي فهو قصور التطبيق اف على 0 3. اذا عندنا تطبيقين بطبيعه الحال مختلفين، لكن المجال 0 3 فهو ضمن R، يعني مجموعة انطلاق ديال G فهي ضمن مجموعة انطلاق ديال F. و الشرط الثاني نلاحظوا أن مهما يكون X ينتمي ل 0 3 اللي هي A في التعريف، فإن جي دو إكس تساوي إف دو إكس. إذا يمكننا نقولو أن جي قصور إف على المجال 0 3. المعنى ديالها أن جي دو إكس فهي تساوي إف دو إكس ولكن المجال 0 3 فقط. نعطيو مثال ثاني. إذا كتابة أخرى للتطبيق جي، إذا ناخذ واحد التطبيق F
معرف من أغ نحو أغ، و إكس مرتبط بناقص 3 إكس أس 3 زائد 4 إكس أس 2 ناقص 5. إذا هذا التطبيق F، و جي تطبيق معرف ب جي دو إكس يساوي ناقص 3 إكس أس 3 زائد 4 إكس أس 2 ناقص 5. إكس ينتمي ناقص 3 1، و جي دو إكس يساوي 4 إكس زائد 2. إكس ينتمي لأغ ناقص 3 1. إذا لاحظوا أن عندنا إف معرف من إف نحو إف، و إف دو إكس فهي تتساوي ناقص 3 إكس أس 3 زائد 4 إكس أس 2 ناقص 5. هنايا عندي جي دو إكس فتتساوي إف دو إكس. إذا تناخدو دائما حسب التعريف خاص يكون إف دو إكس يساوي جي دو إكس. إذا جي دو إكس تساوي إف دو إكس على هذا المجال اللي هو ناقص 3 1، ما تتساويهاش على هذا المجال. إذا لاحظوا أن ناقص 3 1 فهو يخالف إف بجواب انطلاق ديال تطبيق إف. إذن عندنا إف يخالف جي، إذن ضروري مات الشرط باش نديرو قصور تطبيق خاص يكون تطبيقين غير متساويين، بمعنى آخر أن ما يكونش عندهم نفس مجموعة الانطلاق. ومن طبيعة الحال جي دو إكس تساوي إف دو إكس. إذن إف تخالف جي، لكن لدينا لاحظوا أن ناقص 3 1 فهي ضمن إف، و مهما يكون إكس ينتمي ناقص 3 1 فإن إذن إف دو إكس فهي تتساوي جي دو إكس. إذن في هذه الحالة فيمكننا نقولوا أن جي قصور إف على هذا المجال ناقص 3 1. إذن جي قصور إف على المجال ناقص 3 1. الآن غدا نمرر واحد التمرين ويكون تمرين شامل في جميع التعاريف اللي شتنا سابقا. دا غادي ناخدو إف تطبيق من إف
نحو أغ المعرف ب f دو x يساوي x أس 2 ناقص 2 على x أس 2 زائد 1. إذن f est une application de R vers R définie par f de x égale x au carré moins 2 sur x au carré plus 1. Et dans la première question, سؤال الأول, هل تطبيق f تبايني؟ L'application F est-elle injectible? Et dans l'ahdo, بالنسبة F de X, fa X, عنده X أس 2. إذا عندنا الأس 2 ونفس الشيء هنايا عندي X أس 2. إذا ملي يكون عند كوب المجهول الأس ديالو عدد زوجي مع واحد الأعداد فبطبيعة الحال غادي نحاولوا اننا نبينوا ان التطبيق ليس تبايني. نخدموا التعريف الثاني, نعتبر واحد اكس و اكس بريم من اف بحيث اكس يخالف اكس بريم و اف دو اكس يساوي اف دو اكس بريم. يمكن لكم تستعملوا التعريف الاول ديال التطبيق التبايني وتنطلقوا اف دو اكس يساوي f دو x بريم وتمشيو بالاستلزام حتى توصلوا x يساوي x بريم. اذا يمكن نخدمهم بجوج, لكن التعريف الثاني فبطبيعه الحال غادي نربحوا به الوقت. اذا غادي نعتبر عددين متقابلين من مجموعه انطلاق r, مثلا نحسب f ديال واحد, إذن f دو واحد غتساوي لنا واحد أس 2 اللي هي واحد ناقص جوج على واحد أس 2 اللي هي واحد زائد واحد. إذن واحد ناقص جوج ناقص واحد وواحد زائد واحد هو 2. ونحسبو كذلك f دو ناقص واحد. إذا لاحظوا أن f ناقص واحد فهي ناقص واحد أس 2 اللي هي واحد ناقص جوج على ناقص واحد أس 2 اللي هي واحد زائد واحد وتتساوي ناقص واحد على جوج. إذا لاحظوا الآن أنني عندي f دو واحد تساوي f دو ناقص واحد وواحد يخالف ناقص واحد. إذن f فهو التطبيق ليس تبايني. إذن لدينا f دو واحد يساوي f ناقص واحد و واحد يخالف ناقص واحد. إذن هذا تعريف فشته سابقا فشرحنا التطبيق التبايني. إذن تطبيق f ليس تبايني. دونك f ني با انجكتيب. اذا لاحظوا ان بما ان f ليس تبايني فبطبيعة الحال يمكن نستنتج ان f ليس تقابل. اذا هذه فقط كملاحظة. إذا نمشيو للسؤال الثاني, إذا نبين أن يعني مونتخي كو كيلكو سوا إكس أبارتيان إف إف دو إكس فهي محصورة قطعا من واحد
وأكبر من أو يساوي وناقص جوج. إذن باش نبينو أن f دو إكس محصورة بين ناقص جوج وواحد، بطبيعة الحال غادي نستعملو الفرق. f دو إكس ناقص واحد نبينو أنه سالب، و f دو إكس زائد جوج يعني f دو إكس ناقص ناقص جوج اللي هي f دو إكس زائد جوج، فبطبيعة الحال موجب. إذا نبدأ بالطرف الأول، إذا ما يكون x ينتمي ل a، f دي x ناقص واحد فهو غادي يساوي x أس 2 ناقص جوج على x أس 2 زائد واحد ناقص واحد يساوي x أس 2 ناقص جوج ناقص واحد في x أس 2 هي ناقص x أس 2 وناقص واحد في واحد هي ناقص واحد على x أس 2 زائد واحد، إذا تساوي x أس 2 ناقص أس 2 هي صفر وناقص جوج ناقص واحد فهي ناقص ثلاثة على x أس 2 زائد واحد. إذا هذا العدد فهو عدد سالب لأن ناقص ثلاثة سالب و x أس 2 زائد واحد فهو موجب. إذن بما أن هذا العدد سالب فإن f دو x طبيعة الحال صغر من واحد لكل x من r. بالنسبة للطرف الثاني فغادي نديرو الطرح، إذا قلنا f دو x ناقص ناقص جوج هي f دو x زائد جوج، إذا ردو بالكم هنا من الإشارة لأن ناقص ناقص غتعطيني زائد، إذا نعوضو f دو x بالقيمة ديالها اللي هي x أس 2 ناقص جوج على x أس 2 زائد واحد زائد العدد 2. نوحدو المقامات، x أس 2 ناقص جوج، جوج في x أس 2 هي جوج x أس 2، جوج في واحد هي جوج، على x أس 2 زائد واحد، تساوي x أس 2 زائد جوج x أس 2 هي ثلاثة x أس 2، وناقص جوج زائد جوج فهي الصفر، إذن على x أس 2 زائد واحد. وبما أن 3 x أس 2 موجب و x أس 2 زائد واحد موجب، فموجب على موجب فهو عدد اللي هو موجب أكبر من أو يساوي الصفر. إذا لاحظوا هنا درنا قطعًا لأن ناقص 3 ميمكنش تنعدم، هنايا ال x أس 2 بدون عدم. بما أن x في R فx يمكن له ياخذ القيمة صفر، إذا هذا البسط فيمكن له ينعدم في الصفر، داكشي باش درنا هنا أو تساوي. إذن f دو x فهو أكبر من أو يساوي ناقص جوج لكل x من R. إذا الآن فبين الطرفين، الطرف الأول والطرف الثاني، إذا يمكننا نديرو الخلاصة، وبالتالي مهما يكون x ينتمي ل R فإن f دو x فهي محصورة بالناقص جوج أو تساوي واحد خطأ. إذا نمر الآن سؤال الموالي ب، ليكن إيكغيك ينتمي إلى R بين
أن إدراك ينتمي ناقص جوج واحد يكافئ جوج زائد إدراك على واحد ناقص إدراك فهو أكبر من أو يساوي الصفر. إذا غادي نحاولو نبينو هاد التكافؤ. إذن إذا كان إدراك ينتمي ناقص جوج واحد واحد مفتوح، المجال هنا مفتوح، فيكافئ أن جوج زائد إكراك على واحد ناقص إكراك أكبر من أو يساوي الصفر. إذا غادي نشدو هاد المتراجحة ونقومو بطبيعة الحال بالحل ديالها. إذا نديرو جدول الإشارة ديال هاد المتراجحة، إذا هنا عندنا إكراك، طبعا الحال يكون إكراك من آل هي موالا فيني بليس لافيني. إكراك زائد جوج فتتنعدم في ناقص جوج، واحد ناقص إكراك فتنعدم في الواحد. إذا غادي نكتبو ناقص جوج هنايا وواحد هنا، إذا جوج زائد إكراك في خانة بطبيعة الحال هاد الشي شتو في تخو كومان، وبطبيعة الحال هنايا واحد ناقص إكراك، والإشارة ديال جوج زائد إكراك على واحد ناقص إكراك. إذا جوج زائد إكراك تنعدم في ناقص جوج، وواحد ناقص إكراك فتنعدم في الواحد. إذا هنا جوج زائد إكراك تنعدم في ناقص جوج وكاين في الوسط، فيمكن له ينعدم. واحد ناقص إكراك الجدر ديالو هو واحد، وبما أنه في المقام فميمكنلوش يساوي الصفر. هذا الرمز عدد يعني أن هذا العدد واحد ناقص إكراك ميمكنلوش ينعدم، وهذا الرمز بس يعني بطبيعة الحال أن جوج زائد إكراك فيمكنلو ينعدم. إذا الآن عندنا هنا زائد إكراك، إذا إشارة موجبة، إشارة أ عكس إشارة أ. هنا إكراك سبق إشارة سالبة، إذا إشارة أ سالبة وعكس إشارة أ هي زائد. ناقص في زائد ناقص، زائد في زائد زائد، وزائد في ناقص بطبيعة الحال ناقص. إذا نلاحظو أن جوج زائد إكراك على واحد ناقص إكراك فموجبة في هذا المجال عندما يكون إكراك ينتمي ناقص جوج واحد. من طبيعة الحال غنكونو بينا هذا التكافؤ. إذا من خلال هذا جدول الإشارة فإن إكراك ينتمي ناقص جوج واحد يكافئ طبيعة الحال جوج زائد إكراك على واحد ناقص إكراك أكبر من أو يساوي صفر. نمر الآن السؤال الموالي سي. بين أن
التطبيق اش المعرف من اغ نحو ناقص جوج واحد و اكس مرتبط ب اش دو اكس. اذا غادي نبينو ان هذا التطبيق شمولي دان مونتري كو لابليكاسيون اش ديفيني دو ار فير موان دو ان اي سيرجيكتيف. اذا غادي نحاولو نناقشو هاد الاسئله اللي عطاونا في التمرين. بطبيعه الحال علاش عطاونا هنايا واحد التطبيق اش معرف من ان نحو موان دو ان؟ لاحظوا ان التطبيق اف فليس شمولي. اذا الى جينا لهاد التقطيع ديال اف دو اكس فلاحظوا فيمكننا نقولوا هنايا ان مهما يكون اكس ينتمي لار فعندي اف دو اكس فهي تنتمي للمجال ناقص جوج واحد. اذا هذه غير فقط كملاحظه. اذا بما ان مهما يكون اكس في ار اف دو اكس ينتمي ناقص جوج واحد فان اف دو ار فهي ضمن بطبيعه الحال الى عودنا اكس في ار هذا المجال اللي هو ناقص جوج واحد. ولاحظوا ان التطبيق اف فمجموعه الوصول ديالو فهي اف وهذا المجال هذا فهو يخالف اف. اذا لاحظوا فان اف دو اف اللي هي مجموعة انطلاق فهي تخالف اف اللي هي مجموعة الوصول. اذا يمكننا نستنتجو ان اف ليس شمول. اذا هذه الملاحظة فهي مهمة في بعض المرات. فاذا كانت اف دو او تخالف اف فان اف ليس شمولي. اذا بطبيعه الحال بما ان اف ليس شمولي فهنا عطاونا واحد التطبيق اخر نلاحظو غيرو مجموعه الوصول عطاو ناقص جوج واحد وغادي نبينو على ان التطبيق اش فهو تطبيق شمولي. بطبيعه الحال هنايا بحيث اش دو اكس غادي تساوي لنا اف دو اكس. اذا غادي نكتبو الملاحظة المهمة. اذا الى كان اف تطبيق شمولي من او نحو اف فبطبيعة الحال اذا وفقط اذا كان اف دو او يعني اف ديال مجموعة انطلاق فتساوي مجموعة الوصول اللي هي اف. اذا هذه ملحوظة مهمة خصكم تعقلو عليها. اذا فاش يكون عندكم حسبتو اف دو اكس ينتمي لواحد المجال فبطبيعة الحال يمكن لي نستنتج واش التطبيق شمولي او ليس شمولي بطبيعة الحال باستعمال هذه الملحوظة. والان نجاوبوا السؤال ديالنا اش تطبيق شمولي. اذا نستعملوا التعريف مهما يكون ايكراك ينتمي لمجموعة الوصول ناقص جوج واحد يوجد على الأقل x ينتمي
مجموعة انطلاق F بحيث Y يساوي H دو X. إذن غادي نقوم بحل هذه المعادلة وخصنا نوجدو على الأقل X من F. إذن ليكون Y ينتمي ناقص جوج واحد. طبعاً الحال تنكتبو هذا ليكون Y ينتمي للمجال، لأننا تنحتاجو للتأطير ديال Y. فاش نبغيو نحسبو X، إذن Y يساوي H دو X يكافئ أن Y يساوي طبيعة الحال H دو X هي F دو X اللي هي X أس 2 ناقص جوج على X أس 2 زائد واحد يكافئ Y عامل X أس 2 زائد واحد يساوي X أس 2 ناقص جوج. طبيعة الحال الهدف ديالي أنني نجبد X، إذا أنا X كاين في القوس نقوم بالنشر Y X أس 2 زائد Y يساوي X أس 2 ناقص جوج. إذا قلنا في حل المعادلة فدائما تنقلبو على X، إذا X هو المجهول و Y تناخدوه بارامتر يعني بحال شي عدد. لاحظوا الآن عندي X أس 2 هنا وفي الطرف، إذن Y X أس 2 ناقص X أس 2 يساوي ناقص Y ناقص جوج. وهنايا غادي نعملو X أس 2 Y ناقص واحد X أس 2 يساوي ناقص Y ناقص جوج. طبيعة الحال فلاحظوا غادي نستعمل السؤال السابق. إذن هنا باش نجبد X أس 2 خص هذا اللي هو Y ناقص واحد خص يكون طبيعة الحال تخلف الصفر. إذا لاحظوا عندي Y أصغر من واحد، بما أن Y أصغر قطعة من واحد فإن Y ناقص واحد أصغر قطعة من الصفر، ومن فإذن هذا العدد فهو يخالف الصفر. إذن يمكن لي نقسم على هذا، إذن يساوي ناقص Y ناقص جوج على Y ناقص واحد. ولكن بطبيعة الحال فيمكن لكم تشيروا هنايا أن Y أصغر من واحد، إذن Y ناقص واحد أصغر من الصفر. وبطبيعة الحال فإن Y ناقص واحد فهو يخالف الصفر. إذن ضروري أنكم تشيروا أن Y ناقص واحد فهو يخالف الصفر. إذا كان يساوي الصفر فميمكنليش نقسم عليه. إذن الآن تكافئ X أس 2 نضربه هنا في الناقص غتعطيني جوج زائد Y، نضربه هنا في الناقص تعطيني واحد ناقص Y. ولاحظوا في السؤال السابق فهذا العدد هذا فرقنا أنه موجب. بطبيعة الحال مهما يكون Y في ناقص جوج واحد، إذن بلا ما نأطرو Y. إذن نستعمل السؤال السابق بما أن هذا العدد موجب فإن X يساوي جذر مربع جوج زائد Y على واحد ناقص Y
أو يعني أو إكس يساوي ناقص جد المربع جوج زائد إكراك على واحد ناقص إكراك. بطبيعة الحال كيكون الضيفو هنا لأن جوج زائد إكراك على واحد ناقص إكراك أكبر من أو يساوي الصفر. بطبيعة الحال إذا كان سالب فعدد موجب ما يمكنش يساوي عدد سالب، إذا المعادلة ليس لها حل وبالتالي ليس تطبيق شمولي. الآن هادو هما الحلين اللي لقينا، ولكن هاد الحلين خصهم يكونوا بجوج تنتميو لـ R، لأن قلنا يوجد إكس من R. ولاحظوا أن هاد العدد فهو ينتمي لـ R، وكذلك هاد العدد ينتمي لـ R. إذن إكس في الحالتين معا فهما ينتميان إلى R. إذن X ينتمي إلى R، وبالتالي فإن H تطبيق شمولي من R نحو ناقص جوج واحد. إذا نعتبركم هنا يجب دو الحلول، فطبيعة الحال الحلول خصهم يكونوا تنتميو للمجموعة فين كاين إكس. الحل اللي ما تنتميش للمجموعة اللي تنتمي لها إكس فطبيعة الحال خصكم تحيدوه. نمروا الآن للسؤال الثالث والأخير اللي غادي نشوفوا فيه قصور التطبيق. إذن ليكون جي قصور اف على اغ زائد. إذن السؤال هو بين أن جي تقابل من R زائد نحو ناقص جوج واحد، ثم حدد تقابله العكسي. إذن في هذا السؤال فقد نشوف القصور طبيعة الحال هو تقابل العكسي اللي هو جي بوازان. إذن باش نبينو أن جي تقابل فبطبيعة الحال غنبينو أن المعادلة إيكراك يساوي جي إكس فهي تقبل حلا وحيدا في مجموعة انطلاق اللي هي آر بلس. إذن حسب التعريف ديال القصور فبما أن جي قصور اف على ار بلس فان اف دو اكس تساوي جي دو اكس. اذا نبين ان مهما يكون إكراك ينتمي ناقص جوج واحد يوجد عنصر وحيد x من R بلس بحيث y يساوي g دو x. إذا هذا هو التعريف اللي تنستعملو باش نبينو أن واحد التطبيق فهو تطبيق تقابلي. وغادي نبينو أن المعادلة
y تساوي g دو x فهي تقبل حلا وحيدا x في r بلس. دابا نقومو بحل المعادلة y تساوي g دو x فهي تكافئ y يساوي و g دو x فهي f دو x اللي هي x أس 2 ناقص جوج على x أس 2 زائد 1 y في x أس 2 هي y x أس 2 زائد y في 1 y يساوي x أس 2 ناقص جوج. كافئ y x أس 2 ناقص x أس 2 يساوي ناقص y ناقص جوج. هنا غادي نقومو بالتعميل ب x أس 2 كعامل مشترك وغادي يبقى ليا y ناقص 1 يساوي ناقص y ناقص جوج. إذا الآن المجهول اللي تنقلب عليه فهو x، وقلنا سابقا أن y فتنأخذه بحال أن باغامتر يعني واحد العدد. إذا هذا العدد هذا y ناقص 1 وبطبيعة الحال خصو يكون تخالف الصفر باش يمكننا نقسمو عليه. إذا لاحظوا غنقوم بتقطيع ديال y ناقص 1 وبطبيعة الحال y ينتمي ناقص 2 1 وواحد مفتوح. إذا y ناقص 1 فهو يخالف الصفر. إذا يمكننا نقسمو على y ناقص 1. بطبيعة الحال خصنا نشيلو لهنايا. إذن y ينتمي لناقص جوج واحد. إذن y فهو أصغر قطعان من واحد وبطبيعة الحال y ناقص واحد فهو يخالف الصفر. إذا نضو بالكم فممكنناش نقسمو على شي عدد يمكن له يساوي الصفر. إذا الآن x أس 2 يساوي نضربو هنا في ناقص واحد في البسط وفي المقام. هنا غادي يولي عندي واحد ناقص y. وبطبيعة الحال فهاد العدد فشناه سابقا وبينا في سؤال سابق أنه أكبر من أو يساوي الصفر. إذن لدينا y ينتمي ناقص جوج واحد فبطبيعة الحال y زائد جوج على واحد ناقص y فهو أكبر من أو يساوي الصفر. إذن بما أن هذا العدد موجب فيمكننا نحسبو x. إذن x فهو تساوي جذر مربع y زائد جوج على واحد ناقص y أو x فتساوي ناقص جذر مربع y زائد جوج على واحد ناقص y. ونعلم أن x فهو ينتمي الأرزائيد. إذن هذا الحل هذا فهو سالب
لان الحل المرفوض غادي يبقى ليا غير هاد الحل هذا، لان اكس غيساوي جدر مربع إيكراك زائد جوج على واحد ناقص إيكراك. إذن بينا أن مهما يكون إيكراك ينتمي لناقص جوج واحد، إذن يوجد حل وحيد إكس من آر زائد بحيث إيكراك تساوي جي دو إكس، وبالتالي فإن التطبيق جي تقابلي من إر زائد نحو ناقص جوج واحد. الآن غادي نحددو التقابل العكسي جي موان زان. إذا لاحظو فالتقابل العكسي كما شرحنا له سابقا فيمكنناش نحددو إلا إذا كان التطبيق جي تقابلي. إذن في هذه الحالة فالتطبيق جي فهو تقابلي، وبالتالي فيمكننا نحددو تقابله العكسي. كيفاش تنحددو التقابل العكسي؟ فبطبيعة الحال غادي نطرقو من جي موان زان دي إكس فهو يساوي إيكراك، يكافئ أن جي دو إيكراك يساوي إكس، يكافئ. لاحظوا فسابقا فحدا حددنا حل المعادلة إيكراك تساوي جي دو إكس. الآن هنايا عندي إكس يساوي جي دو إيكراك، إذن بحال إلا غادي نبدلو إكس بإيكراك و إيكراك بإكس. إذن هنا حصلنا على حل وحيد إكس يساوي، بطبيعة الحال هنايا غادي يكون عندي إيكراك فهو يساوي جدر مربع، وهنايا إيكراك فغادي نعوضوه بإكس، إذن إكس زائد اثنان على واحد ناقص إكس. وبالتالي لاحظوا هنا لقينا إيكراك، وبطبيعة الحال إيكراك فهي جي موان زان ديال إكس. إذا غادي نعوضو إيكراك بهاد القيمة هادي اللي هي جدر المربع إكس زائد جوج على واحد ناقص إكس. وبلا ما نساو خصنا نضيفو هنايا مهما يكون إكس تنتمي ناقص جوج واحد، طبيعة الحال هذا المجال فهو مجموعة انطلاق ديال التقابل العكسي جي ناقص واحد. إذن بما أن الجي معرفة من ار بلس نحو المجال ناقص جوج واحد، فإن التقابل العكسي ديال التطبيق جي اللي هو جي موان زان فهو معرف من ناقص جوج واحد نحو ار بلس. اذا ننتظركم بالمجال هنايا.
نبدأ نمرر الآن واحد التمرين. نشوفوا فيه واحد الأمثلة عن التطبيق التبايني والشمولي والتقابلي. إذا ناخذ واحد التطبيق F معرف من R أس 2 نحو R أس 2 والزوج إكس Y فهو مرتبط بالزوج جوج إكس إكس زائد Y. إذا غادي نحاولو نشوفو كيفاش تنديرو. نبينو التطبيق التبايني والشمولي والتقابلي فاش يكون عندنا أزواج. إذا كيفاش تنديرو نقراو هاد التطبيق؟ فلاحظو هنايا با سهل. إذا الأزواج إكس Y فهي العناصر اللي تتنتمي لمجموعة انطلاق R أس 2 والأزواج جوج إكس إكس زائد Y فهي العناصر اللي تتنتمي لمجموعة الوصول R أس 2. إذا غادي نحاولو نبينو إذا نبين أن F تبايني. إذا في التطبيقات السابقة فكان عندنا هنا إكس ينتمي إلى أو، إذا مكانش عندنا زوج. إذا بما أن عندنا إكس ينتمي إلى أو فاعتبرنا واحد إكس بريم ينتمي إلى أو. هنا عندي زوج إكس إيكغيك، إذا غادي ناخد واحد الزوج آخر لي هو إكس بريم إيكغيك بريم. طبيعة الحال التعريف غادي يبقى نفسو اللي شفنا سابقا. إذا غادي نبينو أن مهما يكون الزوج إكس إيكغيك و إكس بريم إيكغيك بريم من مجموعة انطلاق لي هي R أس 2. إذا نلاحظو درنا R أس 2 لأن عندنا مجهولين F دو إكس Y يساوي F ديال X بريم Y بريم فيستلزم أن الزوج إكس Y هو غادي يساوي الزوج إكس بريم إيكغيك بريم. إذا نفس الكتابة ديال التعريف اللي شفنا سابقا اللي تكون عندي مجهول واحد اللي هو إكس. الآن عندي زوج، إذا اعتبرت زوج إكس إيكغيك و إكس بريم إيكغيك بريم، وبطبيعة الحال غادي نبين هذا الإستلزام. إذا غادي نطرق مع الطرف نكتبو أولا مهما يكون إكس إيكغيك إكس بريم إيكغيك بريم في R أس 2 ونطلقو من F دو إكس إيكغيك يساوي F إكس بريم إيكغيك بريم ونمشيو بإستلزام حتى نوصلو لهاد النتيجة هادي. إذا لاحظوا فإن F ديال الزوج إكس Y فهو يساوي هذا الزوج جوج إكس إكس زائد Y. إذا غادي نكتبو هنايا جوج إكس إكس زائد Y يساوي و F ديال إكس بريم Y بريم فبطبيعة الحال غنعوض هنا إكس بإكس بريم و Y بإي بريم. إذا غادي يساوي ليا جوج إكس بريم إكس بريم زائد إيكغيك بريم. الآن عندنا تساوي
زوجين. إذا لاحظوا جوج إكس فغادي تساوي جوج إكس بريم، و إكس زائد إكراك فغادي يساوي إكس بريم زائد إكراك بريم. إذا هذه هي الطريقة اللي سنستعمل باش تكون عندي أزواج. إذا نستلزم، إذا في هذه المعادلة الأولى نختزل بجوج تعطيني إكس يساوي إكس بريم. إذا غادي نجي لهنايا وغادي نعوض مثلا إكس بريم بهذه القيمة اللي لقيت هنا اللي هي إكس. إذا نضو بالكم فاش يكون عندي أزواج غنحاول نخدم المعادلتين معا. إذا بما أن وصلت في المعادلة الأولى لإكس يساوي إكس بريم فهي محققة يمكن نخدم بها. إذا إكس زائد إكراك غادي نحتفظ بها ونجي لهنايا ونعوض إكس بريم بالقيمة ديالو اللي هي إكس. وبطبيعة الحال إذا ما انتبهتوش لهذا الملاحظة فما يمكنكمش تفصلوا لهذا النتيجة. إذا تستلزم، إذا أنا عندي إكس يساوي إكس بريم وهنا يمكن أن نختزل إكس ويبقى لي إكراك يساوي إكراك بريم. وبطبيعة الحال فتلاحظوا أن الزوج إكس إكراك فهو تساوي الزوج إكس بريم إكراك بريم. وبالتالي F تبايني. دونك F انجكتيف. ناخذ مثال اخر، نعتبر واحد التطبيق F معرب من R أس 2 نحو R أس 2. الزوج إكس إكراك هو مرتبط بالزوج إكراك ناقص إكس. إذا نبين أن F شمولي. إذا باش نبينو أن واحد التطبيق شمولي فمهما يكون إكراك مجموعة الوصول يوجد على الأقل إكس مجموعة الانطلاق بحيث إكراك يساوي إف دو إكس. إذا هنايا عندي زوج مجموعة الوصول. إذا غادي ناخد واحد الزوج بطبيعة الحال هذا الزوج هذا ينتمي لR أس 2. ناخذ واحد المجهول اللي هو مختلف على إكس و إكراك، مثلا ناخذ زاد واحد زاد جوج. يمكنكم تختاروا أي مجهول، يمكنكم تختاروا أبي، يمكنكم تختاروا إن إم. المهم غادي تاخذوا واحد الزوج اللي هو تنتمي لمجموعات الوصول. إذا مهما يكون زاد أن زاد دو في R أس 2 يوجد على الأقل الزوج إكس إكراك في R أس 2 بحيث أن هذا الزوج هذا زاد أن زاد دو فهو غادي يساوي اف اكس يغرق. اذا غادي نقوم بحل هذه المعادله زاد واحد زاد جوج تساوي اف اكس يغرق. اذا تكافئ الزوج زاد واحد
زاد جوج فهو يساوي ابعد اكس يغراك فهي يغراك ناقص اكس. طبيعة الحال يكافئ، عندنا هنا زوج يساوي زوج، إذا زاد واحد يساوي إيكراك، وزاد جوج فهو غادي يساوي ناقص إكس. إذا هنايا حنا تنبحثو قلنا على إيكراك، إذا إيكراك يساوي زاد واحد و إكس فهو غادي يساوي ناقص زاد جوج. يكافئ أن الزوج إكس إيكراك فهو تساوي ناقص زاد جوج و زاد واحد. إذن بما أن هاد القيمتين ينتميان لآل أس اثنان، فبطبيعة الحال فإن إكس إيكراك فهو ينتمي لآل أس اثنان. إذن بينا أن مهما يكون الزوج زاد واحد زاد جوج في آل أس اثنان، يوجد واحد الزوج إكس إيكراك اللي تساوي ناقص زاد دو زاد أن، بحيث أن زاد أن زاد دو يساوي أبد إكس إيكراك. إذن يمكننا نضيفو هنايا أن زاد أن ينتمي لآل، و زاد دو ينتمي كذلك لآل. إذن ناقص زاد دو زاد أن فهو كذلك ينتمي لآل أس اثنان. إذا لاحظوا هنا درنا آل حيت عندي مجهول، هنا عندي زوج درنا آل أس اثنان. إذن إذا كان هذا الزوج ينتمي لآل أس اثنان فبطبيعة الحال فالزوج إكس إيكراك فهو ينتمي لآل أس اثنان. إذن مهما يكون زاد أن زاد دو في آل أس اثنان، فيوجد واحد الزوج إكس إيكراك اللي تساوي ناقص زاد دو زاد أن، بحيث أن زاد أن زاد دو فهو تساوي إف إكس إيكراك. وبالتالي اف شمولي. اذا كملاحظه فلاحظوا هنايا فرقت الزوج وحيد. اذا هذا التطبيق هذا فهو تطبيق تقابلي، لان لقيت مهما يكون زاد ان زاد دو في آل أس اثنان، يوجد زوج وحيد، إذن يوجد حل وحيد لهذه المعادلة. إذن هذه فقط كملاحظة.